بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدن يال يمروين دعالذا أدونك ميل والبو أدك جوكتان سير قطر كسو دوادة مدحوينها الصوماليا وقبل دي سعود ديارين ايا ينو مدحوينك حقين صوماليا كدقو شاكدان اياد كقبوغن دونتان شامي عبد SMC دقيقة ده أد هوذا كساحيب كتهين لغا استياشا إيادا وضياشا قيمها إيقارادا وين لهاو ميل والبود الدنيا دكا جوكتان مدحوينها جمهوريات دا فدرال كصومالية مدنى حسن شيخ محمود جبوتي مركي اوتغي مركي اوغدن بيسي مدحوينة جيلي وحا اولاق لاي قل أقل صومالي لغا سمييي او بن اي عمبولادي صوماليا اي سو ساري جرين دادكا مايغا كو هدلا غوبالادو دو كاتي ما داي لغو عنايو سيدا اد اركتان ساوركنا اي هورتا الله يدو او مدحوين موسى بيحي عبدي او اصفري عاسمد ادي سببا اي ودنك ايتوبيا مدحوين جيلي او اطاليا مدحوين حسن شيخ محمود فيلا ورديق لي يمدحوين موصبيحي فيلا هرقيسة سومالي لان يصماليا لبضبا ومدحوين ويحي وحا حسن شيخ محمود لو شاقي لبضا حسبي انانو كدقي كرين داروت يهوية دم الجديد نبط ينالل لكن كلية اي تهي انو كدقو إساق يهوية إسلامر كان لغا شقيسيو إر سمالي أركي لأرنجري حسن شيخ محمود وحالو شاقي إن مدحوينها توكادة تنمركة ودميستو سوماليا مدحوينها حيقة وكردقو نن إساقة إسلامر كاسنا وحالو شاقي إن هوية ومدحوينكو حيقين قاتو شالا داروت يدقل يمرفلي ماشا لغو دردارو دن وداقنا حساب مبا كجرتبا وامال وحلغو قيبسان اي اول ريدي سومالي دي او مقن اياه كراستي دو لقيبسان اياه يدالك سيدي اللو مامولي لها لكن مدحوينها ومستر حسن شيخ محمود تلا ايو سو جيدي تلا دا سو أنا وحن أم ملاين يا أرنتان وحن لقصو كوبيي مدحويني هرئة الصومالية محمد عبد الله فرماجو شحدي قوتي أي لقصو كوبيي لأنه وحن أقنا هاي فرماجو إن أويري هرقيسان كدقية مركي أكورسيقة صارنا بقال هذا مقدشو فيلا صومالية هرقيسان مركان كدقنا ولا لهاي وقوي ما دام كون ساقال باقو الليحدان كي عالان كي نو كينين آن سوغني كو دلولي آن اسكو بيرني حد دي لباتوين آن او جيساني او حنقا تبان ايان انتاي نقاقو إلهايين ايهان كورسيق اوكا عايا سو مالي لان هنه هو جاميسو مدحوينها فدرال كان نغطو موسو او قلادي لكن نكا تكاتيي وحوها جيلي او هراتي كو نفتاي او اتالينا اي مركاسي موسى بيحي سيكستوي اهاتبا اسماعيل جيلي وحلوية قانا كوبيغا صومالي دونا كوبيغا عان كتاي وحان اقنهي صومالي دا ان فدرال اي ادو شر اي ادانتهي اي كشرتو دولد نمو لوردن يا اي ديساتو مركي ملتاري سياد برماشا لغا ساري هندسها سي عيقال باوتي اسلا عيقال ايه لغا كوبيي شحدي جيلا قاتي عرتو لتغي واتن وكما عاشي الدنيا دلعاق وكاقا قاتي أفر نبيع شن ماشا سي نوغتي مادي مركزي كستوي اهتبا شحدي محمد عبد الله فرماجو او سومالي لان او ربعينو كسو عليو ولالتي نمادا اي من نمادا او كحو جيو اي كو بييين سيدا هبدا اي وحو دان مركات او فير ستيت لكن فرماجو سيدا او ربعي اي سيدا داد كان اي ربان اسمالهان فرماجو ديمقراطي حر اي حلالو ربعي إن أوغاكا عررو قوي صوماليا نهرمر أي قادو لكن قوليهان نظام ديكتاتوريات أي وحكو وضعان حدبا
مدحويني إساق هالنقضو مدحويني كحيقين ماركيسي هالنقضو هوي ماركيسي داسي لوشاقي حسن شيخ محمود وحو يروا ديار ماشا يكوتا شنايان وماشا يدو جيدية أقل صومالي قاسي وعن بولادي ديقل إيه مرفلاها لغو حنايو عن بولادا إيه ديقلي دي إيه ديقرتو ألغا فاني جري صومالي دا جاهل نمديد وحيدي جرين ماركي سي معنه دميرهان سي سنة أنغو انتداسي كوفرتا إيه جريرتا إيه رحوينتا إيه وحاسا عنا وهدد وحصو صار كودي كفاني جري لكن هدد إنه معنيه ملب تهي دهب تهي ديمان تهي مسجدة إيه ديقرت ديقل إيه مرفلاها دواد أجد دا مركا جيبوتي وحالا يسكو صوراي سيكستوي أها طبا مدحوين حسن شيخ محمود تلادا سي مركا لسيه وحو يري حدا يسيدا ستهي إسماعيل أو أنيقو مصور نقون آي ومعنيه هدي الدكتاتورية دي توس أيقو شقين ويسو ويقو أذك تهي لكن هدي بالدورة شقين نقطو ما أركي سي هدي دكتاتورية أي نومر تلابد حسبي أي نوشا قيسانا مدحويني إساقا سينينا مدحويني كوحيقين هويا سينينا هدي دكتاتورية أي نوشا قيسانا ويدو أو يعني لابد حسبي أي نومي المري ويدو أو بارلمانك أو نقديدو أو أنكو فشلنو مدحويني وحان كردقينا إساقان كدقينا والله بدا جرب إرسا مالي مردافتان كدقينا رئيس الوسائران وحان كدقينا هويان كدقينا ستة لذا معنيه مرولبا بربر كي كبح ذا ببكي لقالين اي ونقطو برسدنشي لهدان قادنو وبرلمانك اي نومرتو ننك عن كدقينا مدحوينها وسيركا ماليادة هدى تشوغة بيحي وقبضة يدي هدى معاني قرصة دي ايان كدقينا مدحوينها ساقواي وانين قرحجسة مدحوين كوحيقين كان هوية وحان كدقينا قبضة يدي جهان حسن شيخ محمود سيداسي هوية ايوه در اما إساق ايا كراس تقو قاطي تلادينا قعنتا اني كجرتا هدي اي نغطو دورشاد عاديقا اه او برسيدنشل اي نوشقين ويدو بيحي ايان مدحوينة كدقينا وانيكا قبرد يدي قبا حسنا دهاي او هدو وسير كمالي يدع إساقواي هويانا قبل ديدي جهان حسن شيخ محمود يا رئيس الوزراء كدقينا او هدا اه وسير كارمه الدبدة لان ارقي جوا يدا بروتوكول كي مدحوينا وهاي يدا ما لي يدا نسل يدا اللي هو كاس نين كيدا ما لي يد وجوا نين كيس عقا او سردون كجبوتي كترسن اسماعيل عمر قال لي مركا يعني نين كاس هو سردون كيسي وسير كمال يدا أو فدرال الصوماليين سير دونك جيبوتي بو كتر سيئ ما يشاسي وحير دودو كاكين وحو يري إساق إلان حبر أول بو لربا هدي مدح ويني صوماليا إساق وكان نقونا أيو غير حجس لمربو نين كان إن كستو سير دونك يسئو يهي وحو لدون إيا نين حبر أول أه إن أم مدح ويني صوماليا كان نقضو بل واي يهي أنا معنيه warqad ku soo gudbinayaa layri confirm inay tahay in kale marka umada Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego macnii shirkii ugu dambeeyay cambuulada marka la cunayay cambuuladii digli iyo mirifla iska hurda oo cambuuladiisana la daaqayo isagana isku mashquulsan xoogaas Ilaahay siiyay lix gobol dad sidii shini u dagan iska le barwaaqada ya maantay macnii banooni waa idin ka reebay ماركي سمعني وانا كسو قيب قليسان حمر لغو بهدلاي يعني نسيب دروين كتاقن بي كمتهاي داد كان حوق قود إلهي هاتوسو ديقلي مريف لها ماركا عن بولادو دونا ماشا سال لغو داقا يا جبوتي حدي دل كسيد هادو أسعود اللغا ديقانا
toos ayaa cambuulada loo daaqi doonaa iyo dhiiggooda iyo maalkooda intaba. Marka irri Soomaali ma dhaafto nidaam ah ayaa la soo dejiyey madaxweynaha Soomaaliya in laga dhigo nin isaaq ah Xasan Sheekh Maxamuud ninka sadaga uu yahay in madaxweyne ku xigeenka Soomaaliya haddii presidential la qaato laga dhigo gabadha uu dhalay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Jihaan Xasan Sheekh Maxamuud. Haddii nidaamka presidential uu shaqayn waayo oo nidaamkan hadda noo yaala madaxweyne raisul wasaare gudoomiye baarlamaan awood qaybsiga sidaas uu yahayna in madaxweynaha laga dhigo nin isaaq ah Xasan Sheekh Maxamuud sadaqiisi raisul wasaarana laga dhigo ma arkayse Xasan Sheekh Maxamuud gabadhiisi Jihaan Xasan Sheekh Maxamuud isla markaana adduunyada xataa la tuso la yiraahdo annagu haddaa annagoo muslim ah gabdhaha waxaan u ogolnahay xuquuq boqolkiiba soddon ayaan koontada uga dhignay adduunka baarlamaanka gaalada xataa boqolkiiba soddon meel gabdho la siiyey ma jiro sidoo kalena maantay gudoomiye ku-xigeen baarlamaan aan ka dhignay dowladdan Xasan Sheekh Maxamuud gabdhaha xuquuqdooda haddana ra-iisul wasaarihii dalkaba gabar baan ka dhignay in hadhowdii halkaasi macnihii gaaladana laga iibiyo dowladda diktaatooriyadda u eg ama diktaatooriyadda ah marka walaalayaal top secret-kaasi ayaan idin siinaynay ee ma arkayse in Xasan Sheekh Maxamuud sadaqiisi oo isaaq ah wiilkuu sadaq u yahay aan dhihi lahaa iyo gabadhiisi Jihaan Xasan Sheekh Maxamuud in loo diyaarinayo madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen ama madaxweyne iyo ra-iisul wasaare in hawiye iyo dir ay kala matalaan qodobkaasi waan ka gudubnay xaafadda badbaado ee magaalada Muqdisho badbaado waxay ka tirsan tahay degmada Dharkinley saakay waxaa ku soo dheelmaday gudoomiyaha degmada Dharkinley oo lagu magacaabo Xundubey Xundubeyga ma ahan kii wasiirka ahaa Soomaaliga ahaa wanaagsanaa wariyaha b b c-da u shaqayn jiray isla markaas Suudaan wax ku soo bartay ma ahan Xundubey xaafadda badbaado ayuu ku soo dheelmaday oo u dhow x control f gooye isla gobolka Banaadir Dharkinley gurihii meesha oo la isagoo ilaaladiisa wata waxaa weeye dumin ayuu ku qoray waa guryaha shacabka caadiga ah arrintaasi wax yar kor ayay dhacday dadka ma hadli kartaan baa la yiri dadka iyagoo guryahooda iska jooga waa la buufiyey guryaha guryahan waa dumin guryahan waa dumin gurigan waa dumin gurigan waa dumin gurigan waa dumin gurigan waa dumin war maxaa dhacay maay waa dumin ujeeddada laga leeyahay maxay tahay guryaha marka ugu horeysa iyagoo meelaha macnaha ku yaala waana guri dowladeedna maahan waa guri shacab dhul dad shacab ay iska leeyihiin waa 70 sano 100 sano marka istalaab la saaro guriga waa dumin dadkii qasaba looga rari waa la dumin markaas kadib waxa weeye iyaga la wareegay adiga ma ka qaadi kara marka hore magaca dowladeed aa lagaaga duminaya marka annaga caashaqnay waay gabadha Xasan Sheekh Maxamuud ama xaaska Xasan Sheekh Maxamuud ama damul jadiid guryahay caashaqaan iyo mahad salaad gudoomiyaasha loo soo diraa dumina lagu qoraa iyo madaale kadibna shacabka waa laga raayaa wiiq wiiq ha dhahaano waa waa ha dhahaano markaa kadib marka laga dumiyo dhulkii waa la boobayaa waxa weeye daaraa laga dhisan shirkado hadda ma fahmaysaa haye dadka laakiin meesha degan Soomaali oo dhan baa degan laakiin laba qolaa u badan qolo la yiraahdo Wacaysle hadday tahay Cali Gaaf hadday tahay Macalin Diblaawe oo jufada madaxweynaha Soomaaliya uu ka dhashay iyo qolo la yiraahdo Harti Abgaal oo Cali Maxamed Geedi iyo ma arkayse taliyaha ciidamada xoogga iyo Ibraahim Muxidiin iyo Cali Guudlaawe iyo adiga Salaad Cali Jeela iyo hadda ma fahmaysaa yacni Xundubey iyo jufadiisa u badan Harti Abgaal Allah iyo Sheekh Shariif iyo Harti Abgaal iyo Wacaysle u badan meesha hadda dadka guryaha laga duminayo waana guryo shacab ay iska leeyihiin marka dowladdii Xasan Sheekh Maxamuudna waata guryaha u soo dhigatay waa idin salaamaynaa haddii Ilaahay uu ka raali noqdo sirta aan idin siinayna waa intaas Xasan Sheekh Maxamuud waxa weeye iyo geele waxay ka wada hadleen sidii kuraasta Soomaaliya ay u qaybsan lahaayeen irri Soomaali waxayna u qaybiyeen sidaan idin sheegnay gabadha Xasan Sheekh Maxamuud waa madaxweyne ku-xigeen ama ra-iisul wasaare sida loo diyaariyey madaxweynuhuna presidential hadduu yahay iyo parliamentary labadaba Xasan Sheekh Maxamuud kan uu sadaq u yahay wasiirka maaliyadda sidaasaa lagu wadaa muuqaalkan muuqaalka xiga kor Firdaws
ابتلو ابتلو اوه ابتلو ابتلو اوه ابتلا دواسن عم انتي وطنكينا ورور ورور ويا شي امتحان نقرسو كلا كلا ارديسي ومدينا Yeah.
المرحة وينها إريتريا المرحة وينها تركينا المرحة وينها قدرنا المرحة وينها كيانا المرحة وينها أمريكاني يا إنجليز كوبا نبدي النول قدرو وإلمه راحة وينو اسكو أركا يا بانكو أرور نير سمالها وأمن اسبار بار اسبار بالغن ابتلو ابتلو أوه ابتلو ابتلو أوه ابتلا دواتن عمينتي ودن كينا أرور أرور يا شي امتحان قريسو كلا كلا إرديسي ومدينا ابتلو ابتلو أوه ابتلو ابتلو أوه ابتلا دواتن عمينتي ودن كينا أرور أرور يا شي امتحان قريسو كلا كلا إرديسي ومدينا